إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المطالب العلمانية المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة أو قانون الأسرة وامتحان العبودية. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته كما نص عليه القرآن الكريم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومبنى العبادة التي خلقنا الله لأجلها على ركنين عظيمين: كمال المحبة مع تمام التذلل والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى. ما يمكنش الإنسان يعتبر عبد لله إلا إذا كان فيه كمال الحب لله. كمال الحب لله مع تمام الذل والانقياد والخضوع والطاعة له سبحانه وتعالى. فربنا خلقنا، وما دام هو خالقنا فهو المستحق للتقرير في مصيرنا الدنيوي والأخروي، له الحكم لا حكم لغيره. فمن مقتضيات العبودية لله التسليم لحاكمية الله، حاكمية القرآن وحاكمية السنة النبوية الصحيحة، الذي اختل فيه ركن من هذين الركنين أو أحد أو كلاهما فهو ليس بعبد لله. اللي ما كيحبش الله راه ماشي عبد لله، واللي ماشي منقاد ومتذلل وخاضع لله سبحانه وتعالى راه حتى هو ماشي عبد لله. في أول أمر من أوامر القرآن في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله من اللي هو اللي خلقكم وصوبكم راه خصكم تعبدوه، فإن الله هو الرب. الرب معناه الخالق المالك الرازق المدبر، هو منشي سبحانه وتعالى. من اللي هو ملشي خلقا وملكا ورزقا وتدبيرا، إذن هو كل الحكم. إذن ما خلق الله عز وجل ما خلاش الدنيا سايبة، وإنما
حينما أرسل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه استحق النار أو دخل النار. الله أعطانا باش نعبدوه، وكيفاش نطيعوه، وكيفاش نمتثل أوامره سبحانه وتعالى. القرآن وصحيح السنة لا ينفصلان حتى نلقى الله عليهما سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كيقول لك الله عز وجل ما نقبلوش من مؤمن ولا مؤمنة، من اللي يقدر الله ويحكم الله والرسول ديالو صلى الله عليه وسلم، ان المسلم يبدا يختار. ما كاينش الاختيار مع امر الله، الاختيار كاين في اللباس، اللباس الازرق ولا الاصفر ولا الاخضر. الاختيار كاين في الماكله، كل باش اش بغيتي من الحلال. الاختيار كاين في السكن، اختار فين تسكن. الاختيار كاين في المباحات، لكن من اللي كيقدر الله وكيقدر الرسول صلى الله عليه وسلم تحريما او ايجابا، الواجب المحرم. كيقول لك ما بقى اختيار، لك تعب محب لله مطيع له منقاد لامره، ما خصكش تختار. شو ما تختار؟ واش حنا الان في القوانين التي اقيمت لتنظيم الحياه هل نرى لنا فيها اختيار؟ من اللي كتلقى الاشاره الحمراء واش كتحس راسك عندك الحق تختار الاشاره الحمراء او علامه قف؟ هل ترى لنفسك خيره مع هذا القانون؟ لا، حتى كاع اللي دزتي راك خبرك خاوت، ولا حسبتي تخلص. ايهما اشد وأولى، أيهما أولى بالإذعان والإنقياد؟ قانون من صنع البشر، نعم فيه مصالح لا يخالف الشريعة، فيه مصالح، أم قانون رب البشر سبحانه وتعالى؟ إذن المطالب التي يطالب بها العلمانيون اليوم، والحمد لله أننا نعيش في دولة فيها إمارة المؤمنين، وإلا لم نكن ندري ما الذي كان سيؤول إليه الأمر. لا بس كاين أمير المؤمنين كيرفعوا المطالب ليه وكتسالي عندهم وكيحسن في الأمر، ومن وظائفه أنه حامي الملة والدين. من اللي كي يدبجون ويكتبون هذه المطالب التي فيها ما يعارض أمر الله القطعي المطلق المحكم؟ واش ما كيحشموش من الله تبارك وتعالى؟ واش ما كيخافوش من الله؟ من اللي تقول انت المطالب بالمساواة في الإرث بين الذكر والأنثى، ما حشمتيش من مولاك؟ ما حشمتيش واش انت كتحب وتحسب راسك فوق هذا الشيء مسلم؟ هل أنت عبد لله؟ والله لو كنت عبدا لله ما كنت تتجرأ على أن تطالب السلطات العليا في البلد بتغيير ما بقي من شرع الله. صحيح بالله، النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه يوما عبد الله بن عمر كما في مسند الإمام أحمد، ويقول عبد الله بن عمر: دخلت عليه وعلي إزار يتقعقع، لابس واحد الإزار كيتجرجر وكيتخشش طويل، والنبي يقول: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار.
وكثير من العلماء أوجب رفع الإزار عن الكعبين بغض النظر هل هو خليل الخيلاء أم لا، وبعضهم خيله بالخيلاء، مسألة خلافية ما عندنا كسرنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت على رسول الله وكنجر الإزار ديالي، الإزار هو الثوب اللي كيغطي النصف التحتاني كما يفعل المحرم في الحج والعمرة، فوطة ولا إزار كيدوروا في النصف السفلي كما يفعل أهل الخليج أهل عمان وأهل اليمن، هذا مازال لباس عندهم إلى اليوم. كيقولوا علي إزار يتقعقع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من هذا؟ كيقول شكون؟ قال عبد الله بن عمر. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت عبد الله فارفع إزارك، إن كنت عبد الله فارفع إزارك. يقول عبد الله فرفعت إزاري إلى نصف الساقين فلم تزل إزرته حتى مات رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه. ملي كنتكلموا على الإسباب راه مسألة ما مذكوراش في القرآن، ومسألة ماشي مجمع عليها بالعلماء، فيها خلاف بالعلماء، ومع ذلك الرسول يقول لك انت عبد الله، لك انت عبدا لله، رفع الإزار ديالك، رفع ثوبك. فكيف بالأحكام القطعية الثبوت القطعية الدلالة التي عليها إجماع العلماء من كافة المذاهب، تجي انت وتقول بغينا نسويو بين الرجل والمرأة في الإرث؟ هذا ينطوي على أمرين عظيمين. أولا انت ما كتعظمش أمر الله عز وجل، ما كتعظمش أمر الله عز وجل وأحكامه اللي هي في القرآن. وثانيا وبئس هذا الذي سأذكر، أنت لا تحسن الظن بالله ولا بشرعه. أنت الأم ديالك ما تقدرش تسيب الظن في التعامل ديالها معاك، تقول ميرا دارت معايا ولكن الأمر بالي خير ولكن تكون بغالي الخير، وأبوك كذلك تحسن به الظن. فهل يعقل أن تسيء الظن بربك وتظن أن الخير في غير شرعه؟ ربنا يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتي. يقول العلماء تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار لا أحد أصدق من الله، وعدلا في الأحكام راه اللي كيظن بأن الله طلب المرأة يعني مش يقلب على شي دين آخر خرج من الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول ربنا سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، هذا أسلوب حصر، أي أن لازم إرسال الرسل إيجاب طاعتهم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ربنا سبحانه وتعالى يقسم بنفسه العليا أنه حتى شي واحد ما يستحق وصف الإيمان حتى يحكم رسول الله وقبله يحكم كتاب الله فيما شجر بينهم. ولا يكفي التحكيم، بل لا بد أن يخلي قلبه من أي حرج تجاه أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي ذلك، بل لا بد مع ذلك من التسليم
الله، التسليم لحكم الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. إذن أن تطالب جهات تحسب على المغرب بالمساواة في الإرث أو بتحريم التعدد الذي أباحه الشرع بشروط، لما كان نقولوش تكون الدنيا سعيدة، غالبك أسرة تزيد مرة أخرى، غالبك مرة تزيد ثانية، لا لا يمكن أن نحرم ما أحل الله وهو تعدد الزوجات لمن احتاج إليه أو رغب فيه إذا كانت تتوفر فيه الآلية والشروط. ما نقدوش، احنا مسلمين، احنا دولة إسلامية، احنا دستورنا فيه أننا دولة إسلامية تحكم بالإسلام، فكيف تطالب بأن تحرم تعدد الزوجات في الحال الذي تتشدق بالتسامح مع من يعدد الخليلات؟ ما عندوش مشكل واحد مزوج يمشي يخرج يفسد محصن، يجب أن نسقط يقول هذا الأحكام الفساد والزنا وكذا بتبقى رفع التجريم عن العلاقات غير الشرعية خارج إطار الزوجة. راه السيد مزوج وحسبوه مع امرأة كيديروا الفاحشة، كيقول لك هو حر. كيفاش انت رضيتي بأنه يكون حر في الحرام مع 100 وحدة وما رضيتيش يكون مع جوج بإذن زوجته أحيانا ورضاها، أو على كل حال لا يشترط رضاها؟ كيفاش تريد أن تسقط أحكام الشرع في النكاح وفي الطلاق وفي غيرها؟ إنهم يلعبون بدين الله ويتلاعبون بالألفاظ والمطالب، وغاية ما يحتاج ما يريدون هو تنفيذ المطالب الغربية التي ليست الإسلامية. هذه مطالب يسمونها كونية وأممية وهي ليست إسلامية، ونحن دولة لها خصوصيتها، نحن دولة لها خصوصيتها. كما أنه لا يقبل أبدا أن يؤمنا في المحراب امرأة خصوصية، فكذلك لنا خصوصيات في مناحي الحياة، في أحكامنا، في قضائنا، في تشريعاتنا تتناسب، وكوننا عبادا لله نسلم الأمر لله سبحانه وتعالى. إن أخطر معركة يواجهها المسلمون اليوم هي معركة التسليم والإنقياد لنصوص القرآن والسنة الصحيحة مع تغييب تحريفها والتعسف في تفسيرها. أقول ما تسمعون، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إنهم يتبعون أهواءهم ولا يتبعون عقلا ولا فطرة ولا عدلا ولا ذوقا، وإنما يتبعون أهواءهم وما تمليه عليهم أنفسهم وما يستمدونه من أسيادهم الذين يتغذون على فتات موائدهم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. إن أطعتم محمدا في كل شيء راه هذاك يؤدي بكم لهداية. هذه واحدة. ويقول سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم.
ويقول سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويتوعد الحق سبحانه وتعالى فيقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شوف، ما من حكم شرعي يرفع من محاكم المسلمين إلا وتتجرع الأجيال تلو الأجيال مرارة تغييب هذا الحكم معيشة ضنكا. أي حكم شرعي ذكر الله في القرآن وغيبة المحاكم، أو ورثنا تغييب الاستعمار له، راح نكنأدي التمن فيه. راه انتشار السرقة في بلاد المسلمين تغييب حكم الله. ما تقولش لي قطعوا يد عشرات الآلاف، لا، قطع يد السارق حكم قرآني ما فيش نقاش، ولكن ما كنحطوه شيء بوحدو، ما كنحطوه شيء بوحدو، كنحطوه مع منظومة من الأحكام والتشريعات والنظم الإسلامية المستمدة من الشريعة الإسلامية. ديك الساعة غادي ما يبقاش فرق إلا اللي زاد عليه راسه، ملي غتؤدى الزكاة، ملي غتؤدى الزكاة كما أراد الله، ويؤدي كل تاجر أو غني زكاته، ما غيبقاش فقير على وجه الأرض، كما حصل في زمان من؟ في زمان عمر بن عبد العزيز. كيطوف الواحد واش كون ضري الزكاة، ما لقاوش واحد ضري الزكاة. ملي غتؤدى الزكاة وتؤدى الحقوق وغيتمنع الظلم، ما غيسرق حتى واحد. ديك الساعة ملي غيسرق غيكون فعلا مستحق نقطعوا ليه يده. إلا قطعنا واحد يده تسلم أملاك المغاربة أجمعين وبيوتهم، ولو رجم زان واحد لسلمت بيوت المسلمين وأعراض المسلمين. عباد الله، يقول سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والحمد لله أن أمير المؤمنين ما فتئ يكرر على أسماع المغاربة كلهم بأنه لن يحل حراما ولن يحرم حلالا. فالحمد لله الذي اختص المغرب بهذه المؤسسة العظيمة، مؤسسة إمارة المؤمنين، التي تجعل المغرب متمسكا بأصوله وتجعله يدافع عن شريعته، وإلا لسنا ندري أين كان سيصل بنا الأمر مع هؤلاء القوم. فاللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أمر أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح بلدنا وأصلح وطننا وأصلح شعبنا وأصلح قادتنا وأصلح سياستنا وأصلح إداراتنا وأصلح قوانيننا. اللهم رد بنا جميعا إلى دينك مردا جميلا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لسلام. اللهم وفق عبدك الخاضع لجلالك وعزك وسلطانك أمير المؤمنين لما تحبه وترضاه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطل وارزقه اجتنابه. أقر اللهم عينه بولي عهده وبصنوه وبسائر أفراد أسرته وشعبه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم في غزة وفلسطين، اللهم انصرهم في غزة وفلسطين. اللهم أعلي رايتهم وارفع شأنهم واجعل الدائرة على عدوهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم كل ذي هم، ونفس كرب كل ذي كرب، اقض دين كل مدين، اشف كل مريض مسلم، عاف كل مبتلى مسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.